على سائل يقول: ماذا يحق لنا أن نأكل من كل من الأضحية والهدي والنذر؟ وهل الواجب أن يكون الشاة المذبوحة ذكر؟ نعم. الأضحية والهدي، هدي التمتع والقران، يأكل منها ويتصدق ويهدي، ثلاثة أثلاث، يأكل منها ويتصدق ويهدي، هذا في الهدي، هدي التمتع أو القران. كذلك الأضحية يأكل منها ويهدي ويطعم المساكين. أما النذر فهذا حسب نيته، إن كان نوى أنه يأكل منها فإنه يأكل، أما إذا كان لم ينوي في النذر أنه يأكل منها فيجب عليه أن يخرجها كلها. نعم.